نظم مجلس المحرق البلدي فعالية الصالون الثقافي حول موضوع العقود الاستثمارية البلدية، والتي قدمها المستشار القانوني الدكتور مال الله الحمادي. الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع مقهى بين في منطقة عراق شهدت حضورا مميزا من مهتمين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية وشركاء المجلس. بالنسبة عن المحاضرة اليوم بيصير يا خلينا نقول مناقشة عادية جدا ودردشة أحسن من شكل المحاضرات خلينا نقول الوقوف أمام الموظفين، فبنكون على طاولة واحدة مع بعض وبنتناقش في كل ما يتعلق بالعقود وأنواعها. أنت مثل ما تعرفين طبعا المجالس البلدية والبلديات تبرم العديد من العقود سواء لتوفير التزامات والأمور المتعلقة فيها أو حتى فيما يتعلق باستثمار أراضيها. تناولت الفعالية مفهوم العقود الاستثمارية البلدية وكيفية إدارة الاستثمارات وصياغة العقود وتطبيقها على أرض الواقع في إطار مجموعات عمل. كما ناقش الحضور التحديات التي تواجه الاستثمارات البلدية ومسؤولية الأطراف المعنية في دفع الاستثمارات إلى طريق النجاح. اليوم احنا مجتمعين في لقاء ودي وحواري بيننا كأعضاء كموظفين بلديين، نشوف ما هي الأمور اللي يجب مراعاتها لما يكون إنجاز عقد استثماري لصالح البلديات، وكيف يتم جذب المستثمرين والقطاع الخاص لهذه الأنواع من العقود، بحيث مثل ما احنا نقول يكون win-win situation، البلديات تستفيد وكذلك المستثمرين يستفيدون. اللقاء خرج بعد من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الاستثمار البلدي. من بين هذه التوصيات تسريع وتيرة إجراءات الاستثمار في كافة الوزارات ذات العلاقة، وتحديد جهة خاصة معنية بالاستثمارات الحكومية، وتطوير نظام تحفيز الموظفين وإسهامهم في دفع الاستثمار، واعتماد آلية تدوير الموظفين لتبادل الخبرات. العقود البلدية موضوع هام يسهم معرفة دقائقه في تسهيل المعاملات والاستفادة القصوى منها. نظم مركز عبد الرحمن كانون الثقافي جلسة كوب قهوة مع الشاعر قاسم حداد، وأدارت الجلسة الكاتبة جمانة القصاب بحضور جمع من الكتاب والصحفيين وضيوف مركز كانون الثقافي. وأشاد الحضور بقاسم حداد كقامة فنية عريقة، حيث أثر الساحة الشعرية والأدبية بمجموعة كبيرة من المؤلفات التي ترجمت إلى عدد من اللغات الأجنبية، كما حصل على العديد من الجوائز الأدبية والشعرية، كما وصفوه بأنه شخصية حنونة ومرحة ذات بديهة سريعة في تصحيح النصوص وذو روح رائعة لا يمل من يجالسه.